السلام عليكم، دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كديرين البنات؟ الله يحفظنا ويحفظكم من هاد الامراض. والله يجي وليداتنا وليداتكم وليدات المسلمين اجمعين يا ربي. وكان تحضيرات الشهر الفاضل، شهر رمضان المبارك، التحضيرات ديالي ديال المطيشة. الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي، ادخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. هادشي اللي كاين البنات، شفنا كنبغي ندير التحضيرات ديال المطيشة. شفتو المطيشة جبتها عندي هنا جوج كيلو البنات ديال المطيشة. غادي بغا ندير البنات ديال البيتزا ان شاء الله، جوج كيلو ديال المطيشة. شفتو المطيشة رخيصة، هادي خديتها غير بجوج دراهم، هاهي شفتو المطيشة تبارك الله زوين. ولكن هادي ماشي هي هادي، هادي خديتها ديك الصغيرة، الصغيرة كتكون حمرا حمرا كتكون زوينة زوينة كتكون. عندي هنا جوج كيلو ديال المطيشة، هاهي مغسولة وقربتها وكلشي باش من دابا. هادي غندير معاكم التحضيرات ديال البيتزا، هادي غير مطيشة ديال البيتزا. كنا هنا عندي جوج كيلو ديال المطيشة، المطيشة غديرو على حسب القدر اللي بغيتو. هنا عندي الفلفلة، جوج كيلو ديال الفلفلة حمرا، عندي هاد جوج مزاود حارين كما درتهم، لي مبغاش حار ميديروش. الفلفلة كتجي بنينة البنات وزوينة، تجي طيبة ديال الفلفلة. شوف هاهي عندي هنا حبة ديال البصل، هاهي هادي فيها لا ما لا حتى شي حاجة. عندي هنا ربعة دروس ديال التومة، ورقة سيدنا موسى، عندي هنا الزعتر، الزعتر غنديها فوق البوطة، غنديرها تسلق. قلتلكم ما غندير لا ما لا ما والو، هي غنطلق هداك الما ديالها هي فاش غادي تسلق. غادي الزعتر وكلشي. كاين البنات اللي بغا يصفيها، كاين اللي مبغاش يصفيها، تجي خاترة وزوينة. شي البنات راه عندها واحد الريحة منعودش ليكم، أحسن من هاديك المعلبة اللي كنشريوها في القرائي، هاديك المعلبة متحفظة وزوينة. وشديت هاد ورق الغار وقت سيدنا موسى، جاوني كبار حيدتهم حتى طحنت، وغادي نردهم تاني لسميتو القرعة، غنديرها مصبرة في القراعي. دابا غندير شوية حيد منها، لا كاين شي ما، واخا أنا ما درت فيها لا ما لا حتى شي حاجة، الما ديالها هو هذا، الما ديالها اللي كاين هو هذا. غادي نديرها تطبخ شوية باش تبقى شي حاجة ديال الما ديال المطيشة تحيد وما تخسرش منها، وغنديرها في القراعي. ورا ما كتخسرش البنات، راه تبقى حتى عام عام ما كتخسرش مطيشة. ديك الساعة تكون معقمة مزيان ومصبرة مزيان،
صافي ما يكون فيها حتى نقطه ديال الماء. يلا هنا غادي ناخذ الفوطه ثم الناس ندير فيها الزيت البلدية. الزيت البلدية على حسب نبغي شوية تسوى شوية بزاف اللي بغا الحرارة البنات تزيد فيها الحرارة. شتو هديك الورقة ديال سيدنا موسى اللي حيدت مطحنتهاش، طحنت هدوك الصغار وهدي بقات كبيرة مطحنتهاش، هاهي درتها زهر معاها وهي كتبقى اللي بغا يديرها واللي مبغاش دير منا شويه شويه ماشي بزاف، واحد 5 دقائق قرعي ديولي راهم مجداهم ماما قمتهم البردو قمتهم البارح، غير واحد 5 دقائق دير منا داك سميتو صافي. هايدي نخليوها طيب انتما الناس، هاهي المنتشا ديالنا ملي طبخات هاهي دازت عليها دابا 5 دقائق الله كامل نطفيها الى حتى تبرد ونديرها في القاعي. نتوما البنات القرايه ديالنا راهم معقمين، طبختهم في سميتو في الماء، درت فيهم شويه ديال الخل، بغيتو تشوفوا الطريقه وقولوها لي اللي ما عرفتش كيفاش. البنات المبتدئات ما عرفتش تقولها لي في كومونتير نقولها لما تيش درتها باقا سخونه. غير مشتل الفم بحال هكا وهكا ملي تعقمو من البنات ما ديروش فيهم يديكم. هاد الورقه ديال سميتو ورقه الغار غنشدها انا ونخشيها في القرعه البنات باش ما يجيش فيديو طويل نكمل معكم هاد الشيء. هادي هي المطيشة ديالنا، هي هادي ديال البيتزا هاهي كتشوفو فيها سخونة. دابا غادي نديرهم في الكوكوط ونديرهم يطيبو يتعلي. هدا هو صافي كتديروهم غير في البلاكار ولا في شي حاجة ما كتخسر ما والو كتبقى حتى العام. راه عندي مطيشة شحال هادي ما كتخسر ما والو، وهاد الطريقة أنا كنديرها ديما ماشي غا في سميتو وقت رمضان ولا فيما كتكون مطيشة موجودة كنديرها. يلا البنات غنكمل ونرجع معاكم نوريكم باش ملي كنطيبها نوريكم مطيشة تاهي ديال الحرارة تاهي راه مصوبها بحدها. واخا غيجيكم هاد الفيديو شوية طويل
ولكن البنات ما نعاودش ليكم على الشتوى، هي كتجي خاترة وزوينة بالزعتر ورقة سيدنا موسى. يلا البنات نكمل ونرجع معكم. انتم البنات القراعي ديالنا هما ديال الطيشة هما كيتسلقو، راه حيت القراعي سخان درت ليهم انا الماء سخون ودرت الفرش ليهم واحد الزويف وخليتهم يتسلقو واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق. الا خليتهم البنات غيباتو في الكوكوط ديروا لهم غير 5 دقائق صافي راه كافيه. سيرهم خليهم شويه في سميتو يتسلقو شويه تعقمو صافي. انتما البنات قصونا يالله جبتها باش نصور معاكم. سخون هي ديروا لها بحال هكا باش لا كاين شي هواء ولا شي حاجه يخرج. الا كانت ما مسدوداش مزيان ولا شي حاجه راه غيبانوا لكم واحد البقعات عفوا ما تفرهم. ها هي نتمنى الله تعجبكم. ما تنساوش ليا لي جمال البنات نزوقها لكم مطيشه. يلا البنات ما تنساوش ليا لي جيم وبارطاج والسلام عليكم.